السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم ديكور شقة جميلة وبسيطة، وبصوا الذوق العالي والالوان الابيض، شقة تركية والجو الرايق كده والراقي. بصوا كمان البلكونة والديكور الهادي والجميل، وطريقة تحضير الاكل والشياكة والذوق. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لايك كتير كتير كتير، واتفرجوا على الشقة كلها بكل تفاصيلها، ان شاء الله تعجبكم. تعالوا بينا بقى، بصوا بتحضر الفطار بتاعها ازاي. بصوا الشياكة والألوان المبهجة والفاكهة محطوطة، بصوا الألوان تاخد العين، الأحمر والأخضر والزيتون. بصوا طريقة الأكل والحاجات اللي الأطباق الصغننة الجميلة دي حلوة قوي قوي قوي. المقبلات بتاعتهم بيحبوا يحطوها، حتى البيض المسلوق بيحطوه بطريقة حلوة قوي. بصوا تحضيرها للسفرة بجد هتعجبكم قوي، وشقتها حلوة قوي ما شاء الله. ولسه في فيديوهات تانية كتيرة قوي عن سيدات تركيات تانية وطريقة تحضيرهم، وسيدات مغربيات، وان شاء الله تشوفوا افكار كتيرة جدا جدا من كل بلاد العالم. ان شاء الله هنزلها لكم في فيديوهات تانية مقبلة. بصوا الطريقة عاملة ازاي، بصوا الالوان والاكل اللي يفتح النفس. يلا بقى هي هتاخدكم في جولة تانية بقى الباقي الشقة، خليكم معايا لآخر الفيديو.